والروح القدس الاله الواحد امين. بتحتفل الكنيسه غبريال السيدة تعرفوا أن يوقيم وحنا عقدين طويلة 30 سنة وهم مداومين على الصوم والصلاة، وفي يوم ظهر الملاك غبريال وبشر يوقيم وحنا أنهم حيولدوا مخلص العالم. علشان كده بتقرا فصل الانجيل دوت كبتطيب على راس وقدمي المسيح، والمسيح وقال حيثما يكرز بالانجيل في كل المسكونه يكرز بما فعلته هذه المراه تذكار له. اللي انا احب اتكلم فيه هو وفاء الله. الله إله وفي جدا. بالخير جدا. واحد يقول لي ما ببقاش ساعات مخلص في عبادتي ووفي. بولس الرسول قال آية جميلة جدا حبها قوي، إن كنا إحنا فهو يبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. وبعدين آية في سفر التثنية هنفرح بيها قوي، بتقول اعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين حافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل. الله بيحفظ العهد لألف جيل. أنا الآية دي يعني لو أتي لله الله أولادي لألف جيل جدا كتير النهاردة، إن الأجيال الجديدة دي بتبقى ربنا طب أين إن كان الله بهذا الإخلاص وبهذا الوفاء إن يذكر الإحسان المقدم لي لأجيل. طب كم كلكم واضمن له ان انا عبادتي الله طف كل الناس. شوفوا دي المسؤوليه على كل اب وعلى كل ام. اخلاص الله ده بقول لك شفنا اخلاص الله مع امنا العذراء اللي اعتنت بيه وهو طفل، ما انسلهاش الجميل ده خالص حتى في عز ألامه وهو على الصليب ذكرها وقال ليوحنا هذه أمك وقال للعذراء هذا ابنك، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى بيته واعتنى بيها. الله مخلص. أنا أتخيل بقى وكلام الله حق، طب ما احنا أولاد العذراء مش هيبقى المسيح ويبقى بس ميل العذراء معاه واحنا ولادها؟ اكيد ده احنا انه ينتقل حضن ابراهيم واسحاق ويعقوب، ودول من كام سنه ابراهيم واسحاق؟ ربنا قال من اجل ابراهيم واسحاق من اجل إسرائيل مخلص ربنا محبوبين
من أجل الباء. إيه رأيكم في الآية دي؟ صحيح ياخدها كل أب وتاخدها كل أم، وقول إن كان الله بهذا الإخلاص وهذا الوفاء، طب ما بص في عبادتي اللويالتي دي مش كلمة بتتقال، ده طريق حياة. يعني ساعة بنبقى مخلصين تغير الموقف، ما تبقاش مخلصين تاني، ده مش موس إخلاص، مش موهاش لويالتي. اللويالتي ستايل اوف لايف، طريقة حياة، ما تتغير بالمواقف. كويس يعمل حاجة، ده مش إخلاص، ده مش كده الله، مش كده طبع الله. أديكم مثل، بطرس الرسول أنكر موقف، جه اتغيرت أنكر، لم يبقى أمينا، ولكن فضل الله أمين. تعالوا يعني نتعلم، زي ما بقولت احنا في الأيام دي بنقتفي أثار العذراء وأثار القديسين من الفضائل الحلوة جدا، فضيلة الإخلاص، إخلاص في العبادة، إخلاص زي ما بقولك ما بيتغيرش من المواقف. أنا النهاردة الظروف كويسة أصلي بإخلاص، الظروف مش كويسة أسمع كلمة الله، ده مش إخلاص. الظرف لا، الوفاء زي ما بقول لايف، خلط في الحياة، وفي في عبادتي، وفي في حبي، وفي في إيماني لله، لا يتغير، لأن الظروف هتتغير علينا. النهاردة أنت في صحة، بكرة مش هيبقى في صحة، النهاردة أنت بكرة ما تعرفش، لكن الحاجة الوحيدة اللي هنتكل عليها هي وفائنا لله. والمشجع جدا إن الله ده قال على كما بارد لا يضيع أجره في السماء. فتعالوا في الأيام المباركة دي نعمل أعمال حلوة، أعمال محبة يحفظها الله لينا ولأولادنا، لرب دائم الأبد. أمين.